ولمناقشة حملة إنهاء الإفلات من العقاب التي أطلقها الناشطون والمتظاهرون في العراق وسط استمرار استهداف الناشطين على يد الميليشيات والقوات الأمنية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الناصرية السيد زايد العصاد المنسق في حملة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق. مرحبا بك معنا. مرحبا بك يا صديقي. أهلا بكم. ماذا يعني تشدد خروج التظاهرات الحاشدة في بغداد والناصرية وبقية المحافظات للمطالبة بإنهاء إفلات المسؤولين عن الاغتيالات من العقاب، على الرغم من مراهنة الأحزاب والميليشيات على القمع في مواجهة هذه المظاهرات؟ بالبدء مساء الخير عليكم وعلى المستمعين الكرام. في الحقيقة نعتقد بأن على الحركة الاحتجاجية أن تتمظهر في عدة أشكال وأوجه لكي تدين زخم هذه الاحتجاجات لمقارعة هذا النظام والسلطة بشكل عام. نعتقد بأن اليوم إقامة هذه المسيرات وتوجيه الخطاب نحو المجتمع الدولي هو تنويع جديد في أسلوب الاحتجاج، وهذا على خلاف ما يتداول بأن هذه المسيرات موجهة للنظام السياسي العراقي إطلاقا. هذه المسيرات موجهة نحو المجتمع الدولي، لوضع المجتمع الدولي أمام المسؤوليات التاريخية والأخلاقية التي يجب عليه أن يفصل بها هذا المجتمع الدولي والحكومات الغربية والدولية، كانت ولا تزال تدعم نظاما غير ديمقراطيا، نظام مشوه حقيقة، نظام يسمح للمجرمين والفاسدين بالإفلات من العقاب، وهذا ما ينذر وفي الحقيقة ينتج عن تكرار لهذه الفواجع والأزمات، وعلى آخرها فاجعة مستشفى الحسين في الناصرية وانفجار الصدر قبل قليل أيضا. إلى أي مدى إلى أي مدى يعكس لجوء الناشطين سيد زايد والمتظاهرين لهذه الحملات فشل السلطات الحكومية بالإيفاء بالتزاماتها بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم كما جاء على لسان رئيس الوزراء الحالي عدة مرات؟ يعني هذه الحكومة منذ سنتين سوفت المطالب، على مدار سنتين في الحراك الاحتجاجي سوفت المطالب وخذلت المحتجين، وهذا النظام السياسي حقيقة أبدى وبشكل واضح وصريح أنه نظام غير مسؤول وغير حقيقة ملبي لطموحات وتطلعات المحتجين الذين كانوا يريدون حقيقة إصلاح في هذا النظام، لكن الواقع بأن النظام لا ينتج إلا مزيد من الخراب والدمار والفشل. طيب من ناحية أخرى، سيد زايد، إلى أي مدى تعولون على هذه الحملة دوليا في إنهاء الإفلات من العقاب في العراق، لا سيما مع التطورات على الواقع الذي يشهد مزيدا من الأزمات والجرائم؟ يعني مثل هكذا مسيرات دولية ومحددة الأهداف، وأعتقد بأن النتائج ستكون واضحة، لكن على المدى القريب لا نتوقع أي استجابة حكومية عراقية، ونحن لسنا نوجه خطابنا لهم، إنما نتوقع على المدى البعيد ستكون هنالك يعني رضوخ من قبل المجتمعات أو الحكومات الغربية والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية من خلال ضغطها على هذا النظام السياسي، من خلال إعادة تصوراتها عن الديمقراطية الناشئة في العراق. عليهم أن يعيدوا تصورهم حول ما موجود في العراق، عليهم أن يضغطوا بكل السبل القانونية والمحاكم الدولية على هذه الحكومة. بالتالي نعتقد بأن بعد هذه المسيرات وبعد هذه الحركة النضالية الطويلة ستتحقق بعض النتائج مستقبلا. نعم. ماذا عن الدور الأممي؟ هل تتوقعون أن تلتقط الأمم المتحدة أو بعض الدول الأوروبية والغربية هذه المبادرة؟ يعني في الحقيقة نحن ما علينا هو إيصال صوت وصداه إلى العالم وإلى المنظمات الحقوقية ووضع هذه المسؤولية أمامهم كي لا يتنفلوا عن مسؤولياتهم الأخلاقية والتاريخية والقانونية إزاء الشعب العراقي. أوصلنا الصوت نحو إلى المنظمات الحقوقية المدنية الإنسانية إلى المجتمع الدولي. هنالك فريق من المحامين الآن يعمل على تدوين وأرشفة الانتهاكات التي أحدثها النظام السياسي في العراق أو الميليشيات المرتبطة بالأحزاب السياسية والدفع بها ورفعها إلى المحاكم الدولية المختصة والمعنية بالقصاص من هذه من هؤلاء الجنات، سيما وأن القضاء العراقي لا يقف عاجزا أمام هذه الميليشيات. وأيضا هنالك فريق من المحامين مختص برفع قضايا ودعاوى قانونية على مسؤولي الطبقة السياسية، خصوصا وأن مسؤولين العراقيين هم في الغالب الأعم من مزدوجي جنسية، فعلى الأقل نريد أن نحجم هؤلاء الفاسدون والمجرمون داخل العراق
لا أن يتحركوا بحرية في العالم، لا أن يتحركوا، لا عندما تضيق بهم السبل يعودون إلى بلدانهم. نريد تهجيمهم في العراق وأن ينالوا جزاءهم العدل وفق القانون. شكرا لك السيد زايد العصاد، المنسق في حملة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق.